السلام عليكم، حياكم الله في قناة ناصر الذيب. حياكم الله يا شباب، مساكم الله بالخير. شو اخباركم؟ عساكم طيبين. الله حيه. خلونا الآن مع قيادة المرأة. طبعا ذي سيارة كيا كرنفال 2015، أكثر سيارة تعذبت في الحياة. قيادة المرأة والله العظيم مشكلة، أقسم بالله. هذه السيارة يا شباب 2015 خذناها صفار. حلو، شوف بالله عليك، والله العظيم حتى الكرسي اللي فيه أبو ريال مو كذا. إيش دعوة يا أخوي؟ الشباب ينزلون المراتب والحريم يرفعون المراتب، هذا هو الحال. السيارة ذي 2015 أخذناها صفار. أول عذابها عطيناها سواق، السواق دخل بعمود، عمود إيش؟ دخل بعمود بيت اللي هو عمارة، تعرفون المواقف اللي حقت العماير الأرضية. دخل في العمود وكسر وجهية السيارة وصلحناها. طيب، كبروا إخواني الصغار بيتعلموا القيادة، تعلموا عليش على ذي المسكينة. ويلا ذي يسوق ويدمرون لك الماكينة، ويوظبوا. وأبوي مسكين وظب الماكينة ب5000 ريال، أنا والله بالفيجو. طيب، 5000 ريال يا طويل العمر توظيف ماكينة. قيادة المرة شغف لشار وتفر بالحي وتصدم لها سيارة ما توقف. الله يبلش، اقسم بالله. يعني تتكلم، لا يعني بالعكس يا شباب، انا ما اقول يعني الحريم ما يعرفون يسوقون، لكن اغلبهم ما يعرف يسوق، الاغلب يعني. طبعا الحين ابوي اعطاني 150 ريال، قال لي روح سعر 3 تسعيرات للسيارة دي، لان عشان التأمين. والله مشكلة، اقسم بالله. طبعا ابوي يعني قال السيارة دي كانت عند سواق وكانت عند اخوانك والحين عند الحريم، والسيارة دي يعني كانها سوبرمان، كانها جنب سوبرمان. سيارة يو كبيرة عالية، سيارة عادية. فقال لي لازم نبيع السيارة دي. قلت والله العظيم سوقها طايح بدون ضربات نظيفة، سوقها طايح. كيف مع الضربات؟ أبى أصورها لكم تصوير خارجي كامل، أوريكم السيارة، بس نبغى نشوف موقع تصوير. طيب، بعد ما عطيناها السواق، السواق ما يعرف يسوق، صدم فيها كم صدمة، صدم بعمود، بس يعني غيرنا شبك، غيرنا صدام، غيرنا جسر ورا صدام. يعني هذا بداية الخير. طيب، عطيناها العيال، خبطت الماكينة، وظبنا الماكينة. الحين أخذوها الحريم، صدموا بكل جهة. هذه آخر صدمة القوية اللي على الجنب، هذه بتلف في مكان ضيق وحكت تقريبا بداية الباب الأول مع لين نهاية الرفرف، حكتها بجدار. سلام سلام، بجدار يعني تدمير شامل. جدار يعني معقولة ما حد يشوف جدار؟ والله مشكلة. يعني بالعكس، ما أقول الحريم ما يعرفون يسوقون، كلنا في البداية ما نعرف، لكن بعض الحريم ما شاء الله. يعني أنا اللي جيت أسوق أشوف موتر شاطفني ومطفي أنواره، أو يطلع في نص الظلام بالخط سيارة بدون أنوار. شو السالفة؟ أبغى أقول لي شغل أنواره شيء، أطالع وش وضع ذا، تطلع لي حرمة. يعني لازم يا حريم تتعلمون القيادة على أصولها، مو دق سلف ومش، ولا تدرون عن شيء. يعني شوفوا حتى المساعدات،
شوي مصرقة العضلات التحتية بسبب السواق. يقول لك حلال عمك ما يهمك والله وياكل لك المطب سفري يا مدير. شوي شوي المطب سيارة ترى جديدة. طبعا جرى طردي معروف ما يحتاج يعني 2015. طبعا على قولة ابوي ان جابت سعر بعناها، ان ما جابت شيء ما بعناها. 2015 اكثر سيارة تعذبت بالحياة. دوز والله مشكلة حقين الشفر مسوي ثقيل حبيبنا. او لا يمكن موتر استوك بدون صوت. كيا كرنفال 2015 ماشي. دقيقة اشوف لكم كم ماشي. طبعا هذا اخر ضربة الجدار دخل عليها. يا الله يا قيادة المرة الجدار دخل عليك. لا لا يا شباب يعني كلنا صقعنا وكلنا تعلمنا حبة حبة، لكن في بعض الحوادث تكون غريبة عجيبة حقة الحريم ما ادري كيف تكون. بس والله يا شباب السيارة ذي والله يا عليها ماكينة. اشياء عجيبة غريبة يعني. انت تتكلم عن سيارة سقوها عيال متوسط وسقوها الحريم، بتشوف اشياء عجيبة غريبة في السيارة ذي. ماشية كم ذي؟ ماشية 121,000 122، باقي شوية تكون 122,000. فالسيارة يا شباب ذي للبيع. عطونا سوماتكم بكومنت، ادري بتصير طق طق اقسم بالله على الحال اللي هي فيها. ايش نسوي؟ سيارتي ماركيز مريحة الطيبين ما شاء الله تبارك الله. هذا جمس ولد عمي الله يعطي خيرك فيه شره. طبعا دوام عندي وابوي قال لي روح الخضرية جيب ثلاث تسعيرات. بس المهم يا شباب ذي انا عجبني فيها محركها 6 سلندر، توقع نفس محرك الكادي الكدنز حق الزقنبية. يا ولد ما شاء الله تبارك الله. يعني خلك من الحين اكيد يعني خلاص عزمها مو زي بلادها، لكن فيها عزم فيها، بس ما نبغى نضغط عليها. اي مسكينة اللي فيها مكفية. لكن اذكر والله مرة دعست فيها اول ما شريناها مع كلايزلر 6 سلندر. يعني تخيلوا هذه السيارة العائلية بعمرها بكبرها قصيت فيها كلايزلر الجديد 6 سلندر. يعني ما استبعد حتى الموسك 6 سلندر تقصه وتقص ابوه وتقص الكمارو بعد 6 سلندر. يعني انا ملاحظ ان كيا وهونداي محركاتهم 6 سلندر نشيطة. حتى الفورد اقوى بعد اللي هو التورس 6 سلندر. يعني انا اشوف في مطارحة بين اثنين، بين الفورد تورس 6 سلندر والكيا كادنزا 6 سلندر. مرة الكيا يروح مرة الفورد يروح، يعني صايرة السالفة على السواق او على السرقة، مين اللي يسرق القوم اول يروح. يعني أنا مرة حضرت وفي راعي فورد دعس قبل وراح وسووا إعادة للدوسة. راعي الكيا داس قبل وراح. فبعض الدوسات تكون كذا، اللي يسرق يفوز. غش يا ولد. يعني نادر ناس أدوس معاهم 3 بواري وندوس سوا بنفس الوقت. أغلبهم يا يتأخر يا يدوس قبل. لكن يعني في ناس يتأثرون بالدوسات، يعني زي مثلا حقين الريس مشكلة تصير دوسة بينهم. يعني بيتكلمون يعني يتهاوشون قبل الدوسة ويتهاوشون بعد الدوسة سنة كاملة قدام.
والله العظيم ما امزح اقسم بالله، زي دوسة عبد الله الصغيرات والجيتار حق نسيت ايش اسمه. المهم في جات فترة تصير دوسة بين جيتار بسم الله شيهم الناس سووا يوتير في الشارع ذا، اقول ايش فيهم الناس كذا يطلعون من يدخلون في الرصيف ويطلعون من الرصيف كيف كذا سووا يوتير جديد وانا ما ادري، انا مستغرب اقول ايش السالفة. المهم كورفة عبد الله الصغيرات او لا كورفة عبد الله الصغيرات هذا خويي في المدرسة، وراعي الكورفة عمه، فاقصد محمد الصغيرات مو عبد الله، محمد صغيرات راعي الكورفة معروف يعني ما شاء الله تبارك الله عنده كورفة، ومن تعديل البطل هشام الملة. طبعا يا شباب انا ما عندي عنصري، لا احد يتكلم ب هشام الملا الصومالي، يعني كل واحد له ملف فاخر بالانجازات، فانا مالي دخل باللي قاعد يصير بينهم، ندري انه صارت مشكله بين راد الصومالي وبين هشام الملا، لكن يقول لك خل الاساطير يتفاهمون مع بعضهم البعض، حنا يعني جمهورهم، يعني بالعكس انا من الناس اللي احب انجازات الصومالي وانجازات هشام الملا، ويعني يقول لك شو اسمه الله يهدي الجميع، يعني ما في بني ادم معصوم، بني ادم خطاي، فالله يهديهم ويرجعون اصحاب ان شاء الله مع بعض. احنا ناس بدايتنا تعلمنا منهم الصراحه، تعلمنا على سناباتهم على دوساتهم، يعني ناس معروفه الصراحه، رايد الصومالي هشام الملا صلاح ابو عنين المسلم القلاف، يعني اسامي ناس كبار هنا في الشرقية تعلمنا منهم شيء اسمه ريس، فالله يوفقهم ان شاء الله. فمثل ما قلت لكم كورفة الصغيرات يوم صارت دوسة بينه وبين جي تي ار نسيت اسمه راعي الجي تي ار، يعني صارت هوشة قبل الدوسة وهوشه سنه قدام بعد الدوسه، والله العظيم ما امزح يا شباب، اني مدخليني جروب انا عشان حسابي قوي فورد عو، دخلوني بجروب عرفتوا كيف، والجروب هذا يعني اقسم بالله صار لي سنه في الجروب، والله العظيم يا شباب بدون مبالغه بالشهر ادخل جروب نفس السالفه، بالاسبوع نفس السالفه، يعني بيتهاوشون على دوسه، يعني ما اقول لكم راعي السياره نفسه او راعي الجي تي ار نفسه او محمد صغيرات نفسه، لا ما اتكلم عن اصحاب السيارات، انا اتكلم عن عشاق ذي السيارات بيتهاوشون على دوسات صار لها سنه، صار لها سنه قديمه باقي يتهاوشون عليها، يعني والله العظيم شيء عجيب. يعني انا اللي اسوي ترى كله طقطقه، اللي جيت اطقطق يعني على الفورد، اطقطق على غير الفورد، كلها طقطقه ومزح يعني. من جد عنصرية كذا، والله في ناس اقسم بالله عجيب، يعني بالعكس عندك موتر، في ناس يعني يبيع موتره، والله يبيع موتره عشان دوسه، يا ابن الحرام من جدك تبيعه عشان دوسه، يا عمي انا ما اخذ السياره لي ولا للناس يعني، طيب وقدم علي خير يا طير، خله يقدم علي يا رجال، يعني اذا هو قدم عليك هذا لا يعني ان سيارتك ما تمشي، سيارتك فيها مستوى وجاء واحد افضل من مستواها، بس هذا اللي صار، مو يعني في ناس يبالغون بالكلام، يعني يقول لك هذه سمعة تحس انه شرف، يعني اذا احد قدم عليك جات دقة في الشرف عرفت، فشيء عجيب الصراحة. يعني انا يوم اخذت الموستنج وكان ستوك كنت ادوس يعني عادي، قدمت على مواتر، مواتر قدمت علي، يعني ما اخذ السالفة بروح رياضية نفس الكورة اللي جينا نلعب كورة ونخسر ونفوز نفس الفكرة، لكن مرات تصير طقطقة يعني، بس تصير هوشة او عنصرية لا، يعني انا بالواقع مرة مو عنصري ابدا، لكن بالحساب كذا يعني اشوف ناس يتلقفون، انا مسوي حساب اسمه فورد عو، فورد عو يعني ايش؟ يعني حق فورد، تيجي تقول لي ليش تنزل فورد وتحارشني وتمنشن علي مقاطع حسابات الثاني ذي، فانا ابدا ايش اسوي؟ ارد عليهم، ابدا بالجلد، فمرة على مرة على مرة خلاص امسكوها علي، انت عنصري فورد، انا والله لاني عنصري فورد ولا شيء، الفورد فيه سيارات ممتازة، انا انزل السيارات الممتازة اللي فيه، الحسابات الثانية حق الشركات الثانية كل شركة لها مميزات ولها عيوب،
وكل اصحاب عشاق الشركات حساباتهم ينزلون فيها ايش، ينزلون المميزات ويتركون العيوب. مرات يتكلمون بالعيوب مرات لا، يعني انا مثلا دائما اتكلم في المميزات، نادر اتكلم بالعيوب. اذا كان العيب مره يعني ها اتكلم في العيب، يعني اذا في احد يفتح موضوع العيب ولا انكره. يعني في ناس لا ينكر ما ادري كيف، يعني زي مثلا معروف ان الدوج يعني مقصوره داخليه افخم من الشفر وافخم من الفورد، يعني من ناحيه التشالنجر والموستنج والكمارو، عرفتوا كيف؟ ولكن كاداء يعني درفت تراك، يعني الموستنج والكمارو افضل من التشالنجر. التشالنجر وزنه ثقيل، يعني وزنه ثقيل وما فيه انسيابيه، يعني تتكلم عن سياره عضلات ماسل كار. اما السيارات السوبر يعني جالسه تمشي على منهج السوبر كار مثل الكمارو والموستنج او البوني كار، يعني هذه السيارات متطوره اكثر في انواع الحلبات اكثر من الدوج. يعني الدوج اغلب انجازاته دراج توب سبيد فقط، يعني درفت وزنه ثقيل، تراك برضو وزنه ثقيل. ففي ناس يعني اللي جينا نفتح نقاشات وما نقاشات يقول لك يعني الدوج افضل من الموستنج بالدرفت. حبيبي الموستنج اكثر سياره درفت تستخدم في امريكا، يعني او بين الثلاث سيارات ذي كومارو موستنج تشالنجر، معليش تشالنجر موستنج كومارو، اكثر سياره تستخدم الدرفت هي الموستنج. حلو، على بالتمساح اعذرني والله اسف لا تصدمني. اكثر سياره تستخدم في الدرفت هي الموستنج، لكن كيف نقول لكم، الله يستنعي اقسم بالله، الواحد لازم يسوق وهو ساكت من زود الزحمة والمفاجآت، واحد يطلع لك من تحت الأرض واحد من اليسار واحد من اليمين. فمثل ما قلت لكم الموستنج أفضل سيارة درفت، يعني رأيي الشخصي، يعني حلبات درفت أبطال عالميين زي كين بلوك، يعني هذا يعتبر من أفضل سائقين الدرفت بالعالم. عنده ايش؟ عنده موستنج. في ناس يقول لك لا بس الدرفت هو على التعديل. طيب هو على التعديل اوكي، في درفت ستوك في درفت تعديل، لكن درفت التعديل يتطلب سيارة طول بعرض اقل وزن اقل، فعشان كذا ما ياخذون دوج. دوج وزنه ثقيل، انتوا شفتوا رايد الدب يوم صور فيديو عن دوج تشالنجر مجهز درفت وقال الوحيدة بالعالم. الموستنج انا ما ابالغ ان في اكثر من مليون موستنج مجهز للدرفت. ليش؟ انا اقول لكم ليش. وزنها اخف من منافسينها، استمرارها اكثر من منافسينها، يعني تتكلم عن سيارة انتاج مستمر من 64 الى يومك ذا، عكس الكمارو توقف انتاجه، عكس التشالنجر توقف انتاجه، كل السيارات الرياضية الامريكية توقف انتاجها ثم رجعت، يعني اللي بفئة الموستنج. فتحية الموستنج وتحية للدوج، تحية للشفر، ما في عنصرية ابدا، لكن كل واحد واختياره وكل سيارة وميزاتها وكل سيارة وقدراتها. يعني وحنا الحين ندور ورشة القارات، قارات يا قارات، نبغى ناخذ من عنده ثلاث تسعيرات للسيارة ذي، سعر لنا الصدمة انه هو يتعامل مع ثلاث ورش، ما ادري كيف هو القارات. لا دقيقة، القارات مو هنا اذا انا ماني غلطان، القارات يا الله يا مشكلة. الحين دق سلف العقل او المخ وروح عند القارات. القارات وينها؟ القارات وينها؟ اي صح قدام القارات. فمثل ما قلت لكم يا شباب، يعني عنصرية طبعا انا بعطيكم رأيي الشخصي من ناحية السيارات، يعني في ناس يتكلمون على الياباني تويوتا، الكوري كيا، الامريكي فورد، يعني في ناس بتتكلم على الفورد، بتتكلم على الشفر، بتتكلم على التويوتا، بتتكلم على الصيني، بتتكلم عن الكوري، بتتكلم ما بيخلصون كلام يعني.
يعني بيتكلمون وبيمدحون وبيذمون باللي راسهم يعني باللي كيفهم. انا عن نفسي يعني اشوف الصناعية قدامك، بتشوف سيارات يابانية متعطلة، سيارات امريكية متعطلة، سيارات كورية متعطلة، سيارات صينية المانية، كل شيء بتشوفه هنا متعطل على ايش؟ على الاستخدام. يعني انا شخصيا اشوف سيارات يابانية عند ناس ما تجلس معاهم حتى سنة، يعني استخدامهم سيء، ضغط على المحرك، ضغط على المساعدات، ياكل الحفر، ياكل المطبات، يهجول ومدري ايش، خلال سنة تشوفه مرمي في الصناعية. طيب الكلام يشمل باقي الشركات، ياباني امريكي كوري. فانا اقول على الاستخدام، على الاستخدام. يعني ما عليكم اللي يتكلم ويقول الامريكي فيه والكوري فيه، ما عليكم من ذا الكلام. يعني انت واستخدامك، انت بتستخدم السيارة بشكل صحيح راح تستمر معك، سواء صيني كوري ياباني امريكي. الصراحة طفشنا من ذي المواضيع، فأنا بعطيكم الختام يعني رأيي الشخصي. يعني شوفوا هذا الحين عندنا بالبيت، هذه الكيا كوري، وعندنا الفورد أمريكي، وعندنا التيوتا ياباني. فيعني الحمد لله اللي عندنا بالبيت يعني الاستخدام ما أقول لكم ممتاز 100%، يعني أشوف 70% أوكي يعني. لكن انا بالنسبه لي اشوف استخدامي يعني 40%، ان الصراحه انا اضغط واجلد شوي، لكن الحمد لله يعني ما تجيني الاعطال الواو. يعني زي المركيز الحين يبغى لها عضلات تحتيه كامله، كنت انا مهتم بس في الجير والماكينه والكهرباء، يعني مهتم في الاشياء الاساسيه. اما بدي ما عضلات ماني مهتم، فعشان كذا السياره هلا الله هلا 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 يا رجال. ايش في الناس في مشكلة، الناس يضغطون فرامل ويلفون بدون إشارات. دق إشارة طيب، عطني خبر يا أخوي، تفاجئني ببريك كذا. المهم مثل ما قلت لكم يا شباب، الله يهنيكم بحلالكم ويرزقكم اللي تتمنوه. لا أحد يأخذ رأي الناس اللي ما تفهم في المواتر، ترى كل الشركات الحين يعطيك سيارة وبضمان. يعني أنت بتشتري السيارة في حكومة الله يعزها، وفي وزارة التجارة، في كل شيء. يعني انت تشتري السيارة صيني كوري ياباني امريكي، اهم شيء ضمان، امورك طيبة ان شاء الله. والله العظيم اني صاحي، اقسم بالله اني صاحي، والله اني صاحي. ليش ترني المنبه؟ خلاص يا اخوي خلاص، اشغلنا يا ولد ذا. يلا تصبحون على خير، مدري تمسون على خير. الحين هنا عوالي العميم القميم، دقيقة، كانت القارات هنا. أيوة هذا القارات. طبعا القارات هذه يا شباب شغلها وشغل الوكالة واحد. شوف هنا التسعيرات المعتمدة للمرور، عشان كذا أبوي قال لي أجي هنا، وهذه ورشة أصحابه يتعامل معاهم فيها. خلونا نخش يا ولد. طبعا ما شاء الله جمت 2019، ايش جابه هنا؟ ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الابداع، ابداع الجمت الامريكي، ما شاء الله تبارك الله. والله الجمت الجديد يا شباب في الواقع اجمل من الصوره بكثير والله العظيم. طبعا هذا الجمت، طبعا جمت 2018 وجمت 2019 وبينهم فورد. انا والله بالفورد. شوفوا 2018 و2019 ايش تختارون؟ 2019 و2018 ايش السبب؟ كتبوا لي السبب بالكومنت. طبعا انا رأيي الشخصي اختار 2019، وزن اخف. كيف اقول لكم؟ يعني حتى مراتب صار اريح من 18، سووا مسافة في الغمارة لكرسي الراكب، يعني صار يقدر يرتاح ويرجع المرتبة وينزلها شوي يعني شيء شغل زين ما شاء الله تبارك الله. شوف ننزل دقيقة من هنا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا القارات، هذا جيل 2018.
عادي صورة غالي أبشر خلاص حبيبي أعطل غرفة اللي أصور طبعا هنا القرار ما شاء الله تبارك الله. المهم يا شباب يلا أشوفكم على خير، أنا بأخذ 3 تسعيرات وبرجع عند الوالد أشوف إيش عنده.